علي بطل فليت هيا طريق جليندايزر، علي علي بطل فليت هيا هيا جليندايزر، علي علي بطلك بطلك شو؟ بطل الرويس. ايه بعرفه بس هذا المقطع اللي بعرفه. علي علي بطل فليت هيا طريق جليندايزر. مين ما بيتذكر جليندايزر؟ هذا ايام الطفولة، كان يعني له تأثير كبير على المجتمع وعلى تربية الأطفال. لا ما بنعرف جليندايزر، مش حواقتنا. تذكر لما يركبوا بالجهاز ويشغل وجليندايزر انطلق. انطلق! هو لاعب لبناني هذا جليندايزر، عرفت كيف؟ انه هذا القوي كثير. لا والله ما عيّم، بس بعرف مين هو. تذكر جليندايزر، شو بتذكر؟ يوفو. كثيرا ما تظهر اليوفو في اليابان، أتيت لأعرف الحقيقة. هو نمبر وان كان وحلق. مشاهدينا مساء الخير، برحب فيكم بحلقة جديدة من بلط السيرة عبر شاشة المستقبل. مستمرون بسلسلة مؤثرون، والنجم التاسع على لائحتنا الذهبية هي الشخصية الكرتونية جليندايزر. جليندايزر فعل مقاومة بالثمانينات، فعل مقاومة بعالم عربي طالع حديثا من أجواء النكبة اللي خسرته القدس، وداخل بأجواء خيبة ممتدة من كامب ديفيد إلى حرب لبنان. خلف الدبلجة العربية شركة إنتاج فلسطينية وخبرات لبنانية، والنتيجة بطل خارق ولد ومات باليابان وتحول إلى أسطورة بالعالم العربي. أسهوب اللي حقل الأزهار تستهي بالنور، ينمو ورق بالأشجار والخير منصور. بطل فليت للأخطار يمضي ويسير، جليندايزر علي هيا يا بطل الفضاء، جليندايزر. قبل ما ندخل إلى عالم جليندايزر، تحية وفاء واحترام إلى وجه من الوجوه الفنية اللبنانية بفترة التسعينيات. الأميرة الصغيرة مغنية وممثلة لبنانية نجمت واعتزلت بوقت سريع، وغابت الأسبوع الماضي بعد صراع يبدو طويل مع المرض عن عمر 45 سنة. منتقدم من عائلتها بأحر التعازي، ومنقدم هالتحية إلى جميع محبينا بلبنان والعالم. صدفي بعز الشتوي شتت هالدنيا بكير، كنت الحالي صبحية ودرب البيت بعيد كتير، بقشع شب ومن قدو حال الشمسي وبدو يحكيلي ووقف حدو، ونمشي تحت الشمسية ونمشي تحت الشمسية. خلصني حاجي تتعبني. اكيد الكابتن بوب شف انه تليفون مدامتك زعلك، فحب يضحكك هيك قبل ما نمشي. ما هيك؟ طبعا ما هيك. الهوى لو لحلة وتنسم، بتروح مع غيرنا بتتكلم، بتروح مش سائل بينا وبتندم وبترجع لينا، ما تكونش بتتذاك علينا. يمكن ساعة يوم وعاد بكنت أتدى يوم
غياب آخر لوجه فني هو من ممثل معروف بالمعنى المتعارف عليه، ولكنه صانع جيلين من الفنانين والممثلين من خلال عمله الأكاديمي كرئيس قسم المسرح بكلية الفنون بالجامعة اللبنانية. الممثل والأستاذ المسرحي عادل شاهين غاب من فترة قصيرة قبل ما تسمح له الفرصة بمشاهدة الفيلم السينمائي الطويل الأول اللي بيقوم ببطولته. الفيلم هو Good Morning للمخرج بهيج حجيج اللي رح يكون ضيفنا الأسبوع المقبل. كلمة حرفين ود. Good morning غنوة. زلمة عمره 70 سنة عم تخبرني كات. نورة نورة يا نورة، عيلة بكاملة عدو لبين. حبيتك يا بنت بيروت، عبالي طعميك توت. شاري جتان شاري جتان، كل شي بالآخر إلو آخر. منقوم مفهوم مفهوم، منكون منكون مهزوم. بدأت عروض فيلم Good Morning بالصلاة اللبنانية نهاية الأسبوع الماضي، وهو فيلم لطيف وبديع عم ننصح تحضروا بقوة. الفيلم من بطولة كابريال يمين وعادل شاهين إلى جانب رودريك سليمان ومايا داغر. ما رح أخبركم عن قصة الفيلم الليلة، وإنما رح أكتفي بتحية إلى نجم هالعمل عادل شاهين اللي شكل إعلان وفاته قبل افتتاح عروض الفيلم ببيروت تكملة مؤثرة غير مكتوبة لفيلم يبدو أساسا غير مكتوب، فيلم كأنه كتب حاله بحاله. تحية إلى عادل شاهين الممثل والأستاذ الجامعي بهالتقرير السريع. نجل عادل شاهين الزميل نادر شاهين، اهلا وسهلا فيك نادر، وتعازينا الحاره لك ولعائلتك. تسلم زفين، اهلا وسهلا. كنت حابب اليوم نحكي اكثر عن والدك كاب وكزوج، ولكن لانه هو شوي بعيد عن الاعلام من سنوات، يعني حسيت كمان وفاء له حلو نضوي على مسيرته من خلالك انت كابنه، مش من خلال بس زملائه اللي رفقوه خلال 40 50 سنه من العطاء. والدك اكثر من ممثل طبعا، صانع لجيل من الممثلين عبر ادارته لاسم المسرح بكليه الفنون بالجامعه اللبنانيه قبل ما يتقاعد من سنوات ويرجع الى شغفه الأول بالتمثيل، ويعني يبلش يمثل أفلام وبدل ما يكون عم بيعلم التمثيل، وكان له ثلاث مشاركات بثلاث أفلام مؤخرا. يمكن هلأ يعني مناسبة عرض فيلم Good Morning اللي تزامنت مع خبر إعلان وفاته، هيك يعني هي بتاخد هيدا الوقع. توفى والدك عن عمر 76 سنة، كان مريض أو توفى فجأة؟ يعني الوالد ما كان مريض إلا بالأشهر الأخيرة، يعني عرفنا عن مرضه، المرض اللي دايما كل العائلات عم تواجهه اللي هو مرض السرطان. تعالج وعلى أساس كان ماشي الحال، وما رح نحكي كثير عن هذه التفصيل، وإذ بغادرنا قبل عرض الفيلم تقريبا بثلاث أشهر. إجا الموت فجأة، يمكن بس ترك لنا ذكرى كثير حلوة، لأنه ترك هذا الفيلم وفي فيلم تاني رح ينزل بعد تقريبا ثلاث أشهر من إخراج المخرج أحمد غصين. وتيرك كمان فيلم قصير ساب مارين اللي هو كان من خلاله رجع على السينما بقوة، مثل ما شفنا بطولة فيلمين ما، لكن للأسف ما تسنى له أنه يحضرون. نعم، أنت كنت صارت لك الفرصة تحضرون قبل وفاته؟ يعني لا، كان ترافق أي شيء خلال المونتاج؟ لا ما شفنا شيء الا دغري شفنا الفيلم جاهز. نعم. كيف حضر يعني؟ اكيد انت حضرت الفيلم يعني وحادد على والدك بعين. نعم. مختلفه يعني نوصل على الفيلم ونفوت نحضر الفيلم، كان شعور غريب، يعني كنا مبسوطين انه جايين نحضر الفيلم، بس بذات الوقت قد في فرح قد في اسى بهذا الحدث. البابا كان على طول انسان مميز، لحتى بموته كان في شيء غير، يعني اللي عامله غير كل العالم، فيلمين وفل، بعد عن الفن
بالاخر رجع حن للفن اذا مثل ما حضرتك نعم. قلت يعني هو بالبدايه كان يحب التمثيل كل الوقت نعم أوكي. البابا هو كثير بدمه الفن ولكن بتعرف انت الظروف اللي اجى فيها هذا الجيل وتخرجوا هي ايام الحرب واول بدايات الحرب يعني البابا من مؤسسي مسرح الحكواتي الى جانب الاستاذ رجيع عساف وايضا الاستاذ الكبير نقول دانيال وبطرس روحانا وايضا يعني عمل مسرحيه اول مسرحيه كانت بالعبر والابر قصه ابو كمال مسرحيه نجحت كثير ولكن بنعرف نحن ظروف الحرب بعادته قرر يتفرغ للجامعه لتلاميذه لعائلته مثل ما انت قلت الوالد هو بي ناجح جدا عمل بيت كثير حلو ف بتعرف الفن بوقتها مش مثل هلا يعني هلا في انتاجات عم شوف انتاجات بالبدايات يعني وبلبنان بوقت الحرب نعم بتعرف الفن كان شيء كثير صعب وخلال الحرب كانت شهرته اذا بدك الاكبر من خلال عمله بالاذاعه اللبنانيه نعم. ضمن فريق اول يعني هو عنده اربع محط اشتغل كثير تلفزيون مسرح و... نعم. وسينما سينما. ولكن المحطات المهمة الرئيسية مثل ما قلنا الأفلام الثلاثة اللي هن آخر ثلاث أفلام نعم كان الوديع يعني نعم تأسيس يعني. مسرح الحكواتي ورئيس قسم الجامعة إلى جانب كان في برنامج إذاعي مهم جدا كان اسمه بعدنا طيبين قولوا الله إلى يعني كان يعملوا مع الأستاذ زياد الرحباني والأستاذ جان شمعون هيدا البرنامج يعني هيدا كان دائما يخبرنا عنه هو كان كممثل او كان يشارك ايضا بالاخراج لا هو برنامج انتقادي يعني نعم. بيمثلوا كان يمثل نعم. معهم ويكتبوا سوا السكريبتس تبع نعم. البروجرام نعم. كان يخبرنا يعني دائما يخبرنا عن هذا البرنامج انه اول ما تخلص الحلقه ينزلوا الازيف على الاذاعه اللبنانيه لانه بيكونوا هجموا جهه من ال نعم. من الجهات اللي كانت عم بتقاتل زعلانين يبلشوا قصف يعني على الصناعي دغري اللي بيزعل يعني ما كانوا راضيين حدا نعم. وهذا البرنامج يعني هو مثل ما بيقولوا كانت محطة كتير مهمة بحياته للبابا لأنه مثل ما قلنا تعرف على الإذاعة وتعرفوا عليه العالم وتهددوا يعني كمان كتير يعني في أيام يهربوا كانوا لعنا على الضيعة استاذ زياد طلع شهر قاعد فوق يتهددوا مرات ممنوع يجوا على الإذاعة ليعملوا البروجرام أي ضيعة وين؟ بعقتنيت بالجنوب حد مغدوشي قضاء صيدا قضاء صيدا ايه. بقى عندكم زياد شهر ايه هلا عم تقول كنا صغار ايه ما بذكر يعني انا كثير نعم يعني وابتعد عن الاضواء ليتفرغ لعمله الاكاديمي و- نعم. ويشتغل مع عد يعني جيلين يمكن من الممثلين اللي هلا يعني على الشاشه او على المسارح كان سعيد بهذا الابتعاد او كان يفضل يعني يرجع يشتغل كممثل بوقتها كان اخذ قرار وكان سعيد يعني ما كان بعيد عن بالقوه يعني ما كان انه مش قادر يعمل او ما عم يصح له لا كان سعيد هو اخذ قرار انه يعيش لاولاده لبيته يعمل بيته يعني نحن بيقولوا لنا جزيره عادل شاهين انه فوق بالضيعه لحتى نحن بننزل على بيروت وبنطلع شغلنا ببيروت ولكن نطلع لفوق لحتى احفاده اللي هن كمان نحن الوالده اجنبيه ومرت خيي كولونية ومرت خيي كمان لحتى ولي احفاده علمهم انه يحبوا الضيعه لحتى ما سافروا يتعلموا برا نعم. فزرع فينا هيدا الحب انت شو رح تحمل منه من والدك شو يعني اجمل ذكرى رح تحتفظ فيها رح نحمل اسمه رح نحمل كل اعماله ونعمل كل شيء كان يحبه عمل كل شيء بحبه يعني كان انسان قراره بايده عايش حياته مثل ما هو بده وزرع فينا انه نعيشها مثل ما نحن كمان بدنا نعم. بس بذات الوقت بدنا نكمل على طريقه لانه حياته كانت حلوه واعماله كانت حلوه ورح نكمل طريقه رح نمشي فيها نعم. كان يحس حاله مظلوم او انت بتحسه اليوم يعني انت وعم تحكي عنه لاول مره على شاشه التلفزيون عن والدك اللي رحل نعم. بتحسه انظلم يعني بعالم الفنانين ما انظلم لانه اذا بتلاحظ اول شيء حقق حلمه اذا بدنا نقول فيلمين كبار بطوله بيعيشوا فنانين بيشتغلوا كل عمرهم ما بيعملوا فيلمين عمل اللي بحبونه باخر حياته اذا بدنا نقول كان ظلم بالعكس كان عم بيمارس هوايته بالعلم وقتها كان على المسرح الطلاب يخرجهم بالفيلم بفيلم جود مورنينج بيمثل دور جنرال متقاعد هو طبيب متقاعد نعم قديه هالشخصيه وانا بدي ارجع يعني ادعي كل الناس اللي بيحبوا الافلام الحلوه يحضروا هذا الفيلم لانه بيستحق المشاهده ومش كل مره بنقول هالجمله قديه بيشبه هو دور الجنرال المتقاعد كان بحياته الشخصيه هلا هو هذا الفيلم اول شيء انا بحب اتشكر الاستاذ بهيج حجاج اللي هو صديقه للبابا وبذات الوقت طلع بهالفكره انه يرجع عادل على العمل على الشاشه
الجنرال كثير بيشبهوا للبابا، يعني نحن ما كنا عم نحضر فيلم، هيدا هو الوالد. في شغلتين بس بالجنرال منه انه هو البابا، انه هو الجنرال ما كان يحب يروح على بيته لانه مرته بتنق، بينما لا البابا كان ملزق بالبيت بالبيت لانه بحب مرته ومرته بتحبه. هيدا عم تقولها للوالده يعني. ايه فهيدا يعني بس باقي ما تبقى القوه بس الشخصية. هيدا فرق كثير كبير يعني، بعتقد هيدا فرق كثير كبير. هو الاساسي، هو الاساسي. شكرا لك نادر وتعازينا مره ثانيه. وقفه سريعه وبنرجع الى جراندايزر.